سلام بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيتكم بفيديو جديده. كيف ما كتعرفوا ان سيدنا رمضان على الابواب، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه وعلى جميع الامه الاسلاميه يا رب. كيف ما قلت لكم، الفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص بالتحضيرات ديال رمضان اللي غادي يبداو هما الاولانيين. اول حاجه كنبداو فيها حنايا في الدار من التحضيرات هي الشقه والتمره والتخمال وزيد وزيد وزيد. كنظن بلي اي مراه ربات بيت، اي مغربيه كيوصل هاد العواشر هادي كتبدا في التخمه ديال الدار وجبد هادي وجبد الركاني. المهم هادشي اللي كاين. اليوم غادي نشارك معكم تخمال، ماشي كلشي، بعض الحاجات اللي غادي نخمل، وكذلك غادي نشارك معكم الفطور اللي غنوجد حيت انا يلا فقت من النعاس. المهم اللي بغيت نقول لكم دابا وهو اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تنضموا العائله ديالي الصغيره بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب او لا ابوني باش تنضموا العائله ديالي اللي دائما كترحب بكم. وشكرا شكرا شكرا لكم لانكم كتشجعوني وكتزيدوا بيا القدام. لله يخليكم عليا ولله يخلينا عليكم. اللي غادي نقول لكم دابا بقاو معايا. وهنا الغزالات كيف ما كتشوفوا، دابا دوزت باش نحضر المائده ديال الفطور. ومن بين الحاجات اللي ضروريه جدا وهي القهوه في الفطور ديالنا، ما كنقدروش نستغناو عليها حيت انا واحد الانسانه عاشقه للقهوه. هنايا حيت واحد ثلاثه رغيفات من الكبيره خليتهم كيذوبوا على خاطرهم. من بعد غادي نحطهم في البلانشا باش يسخنوا وغادي ندوزو باش نفطر ان شاء الله. وهانتوما معايا باش من بعد غادي ندوزو التخمال والتمارة. كيف ما كتشوفوا المائده ديال الفطور ديالنا راها واجده، فيها القهوه، التمر، الغايب، بيتي بايون شوكولا، لي كرواسون، لي شوسون. صافي دابا غادي نفطروا باش نوضوا الشغل ديالنا ان شاء الله. مهم نهار ديال الحماس والشقه والتماره والنشاط. وهنا الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا دزنا باش نخملوا البيت نعاس ديال الام ديالي. وبالمناسبه بالنسبه لبيت نعاس ديال ماما فيه كينعس ولدي ادم، بما انني انا عندي دوشاف بيت نعاس، يعني دايا لي واحد الاسباس اللي هو كبير ميمكنليش نعمل الكونه ديال ولدي فيه. اصلا هزه ليا غير بيت نعاس والكوفوزات وصافي. ولكن البيت ديال ماما كبير تبارك الله، ويعني هز الكونه، هز الحوايج، هز كل شيء.
ملي كنا في الدار الاولانيه صراحه ادم كانت عنده الشومبره ديالو خاصه فيها الحوايج ديالو الكونه ديالو، ولكن ملي جينا لهاد الدار هادي فكرنا بلي العيل باقي صغير مره، يعني ما كينعش ديك الشومبره واخا فيها الحوايج ديالو. قلنا بلي هو ما كينعش بوحديتو، علاش ما ينعش هو مع ماما؟ وهذيك البيت نخليوه نستغلوه لحاجه اخرى. وداكشي اللي كان اصلا انا الام ديالي كتحماق على ولدي ادم، يعني كتبغي ينعس معاها في البيت ديالها وكتهتم ليه وكتهلا فيه. قلنا البيت اخر نستغلوه بحاجه اخرى، وصراحه ديك البيت باقي بزاف الاصلاحات فيه، ان شاء الله غير غنساليهم غنشاركهم مع الغزالات ديالي والفنيونات ديالي وانتم معايا. بالنسبه لبيت النعاس حنا غادي نخرجوه كامل، ما غنخليو فيه حتى شي حاجه، وحتى الزربيه موده وهي مفرشه دابا خاصها تصبن، صافي غادي نزولوها حيت حنا في الصيفيه كنجمعوا الزرابي ما كنخليوش زرابي مطلوقين. هاد الزربيه راها المشتا كامله وهي مطلوقه تكرفصات مزيان بمعنى الكلمه، دابا غادي نحيدوها ونخليو النهار ديالها خاص ديال التصبين ديال الزرابي، وحتى ديك النهار ان شاء الله غادي نشاركوا معاكم الغزالات ديالي. وهانتوما معايا ونشوفوا التخمال والروينه والنشاط والحيويه. يلا على الحادقات، اللي عندها شي شغل واللي عندها شي تخمال تنوض تكفض على يديها وتمشي تصبن وتسياك وتمسح، حيت صافي دابا جا وقت المعقول وجا وقت الجد والاجتهاد، حيت العواشر ولا بد الواحد كينقي دارو كيجمعها كيحملها باش الواحد كيعيد او كيدوز رمضان المبارك واحد نقاف واحد الجو لي نقي ورائع جدا. المهم بلا ما نطول عليكم بلا 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 بلا، هانتوما معايا.
دابا سالينا حز ماما كيف ما شفتو رجعنا سالينا جمعناه كامل. دابا غادي نخرجوا انا والزوج ديالي باش نتغداو شي سخورة للدار. صراحة ما خصنيش بزاف الحوايج، يعني غير بعض الحاجات هما اللي خاصيني في الدار ناقصيني، غنمشي نتسخرهم وغنرجع معاكم ان شاء الله. وهنايا جبرتونا يلاه دخلنا من الزنقة. صراحة مشيت تسخرت غير شي حاجات اللي كانوا ناقصيني في الدار، يعني شحال من حاجة كانت عندي غير خديت الحاجات اللي ما اللي تسالاو ليا وصافي. كيف ما قلت لكم هنايا غادي ندوز باش نستف الخضيره ديالي، وهانتوما معايا ملي غادي نسالي غادي نحضر واحد السلطة، ماشي سلطة، غير واحد طبق ديال الديسير بي غادي نتعشاو ان شاء الله، حيت تغدينا اليوم معطلين بما انه كان عندنا الشغل وتمارا وروينا ما دركناش نتغداو في الوقت ديال الغدا، تغدينا معطلين وغادي نتعشاو غير بطبق ديال الديسير. هنا تسخرت لاكتوفيت بندوش، وكذلك خديت واحد الشامبون ديال بونتين. صراحه عيت من شري الشامبونات اللي غاليين واللي مزيونين، ولكن راه لا فائده، كتبقى نفس النتيجه، ما كاينش شي تحسن. هنا خديت نيفيا ديال اليدين اللي دائما كنستعملها، وكذلك خديت جونسون بودغ ديال البيبي، وكذلك خديت كينتا. بالنسبه لكينتا انا كنستعملها في الوصفات ديال الاحمرار الرضع، شي نهار ان شاء الله غنشارك معكم الوصفه. وكذلك خديت دودوت اللي كنستعمل لولدي لي لانجيت، هادوك خديتهم غير احتياط وصافي، صراحه ما كنستعملهمش بزاف حيت انا ادم في الدار كنوضي له، ملي كنخرج للزنقه غير اضطريت وصافي. كذلك خديت هاد البلاستيك الغذائي، البلاستيك ماشي الغذائي يعني ديال الفريغو عفوا. وكذلك خديت نيسكافيه، هاد الماركه هادي انا كنستعمل غير هاد لا ماركه، ولا كنستعمل نيسكافيه ديال جولدن. خديت الزبده هادي حتى هي كتعجبني حيت رطبه وصفراء، انا كتعجبني الزبده اللي فحال هاد الشكل. كذلك خديت العطريه ديال السمك اللي دائما كنستعملها ودائما كنشريها، وسبق لي شاركتها معكم. هنا خديت واحد جوج دانونات وصلتني عليهم ماما، هما باقيين عندها غير زدت واحد جوج وصافي. هنا خديت العدس كيف ما كتشوفوا والخضيرة. المهم تقضية غير اللي ناقصاني في الدار وصافي، ما خديتش شي حاجة لي كتيرة، وقلت نشاركها مع الغزالات ديالي. دابا غادي ندوز باش ننظم كل حاجة في بلاصتها، وندوز باش نحضر معكم الطبق ديال الديسير. Thank you.
وهنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للحاجه اللي خصها تكون وانا ما عنديش متوفره وهي فريزة. صراحه انا مشيت باش نشريها ولكن جبرتها طيبه بزاف، ما جبرتش شي وحدين اللي مزيونين، هذيك الشيء علاش دابا انيوليت الفريزة. عندي هنايا الموز اللي هو البنان، الكيوي والبرتقال، وكذلك التفاح. صراحه هاد التحليه هذه كتجي رائعه جدا، كتعجبني في الليل نتعشى بها، كتجي خفيفه. دابا غادي نضيف عليها واحد ياغورت. بالنسبه لدانون انا غنستعمل غير هذا اللي ما فيهش السكر، نقص السكر فقط. كنفضل انا يكون عندي هذا حيت كنحاولوا اننا نقصوا السكريات، وانتم ما تقدروا تستعملوه بالسكر، تقدروا تضيفوا عليه السكر، ما كاين حتى شي مشكل، كل واحد كتبقى له الحريه ديال الاختيار ديالو. المهم هادشي اللي كاين صراحه سهله وسريعه وكذلك مزيونه. المهم اللي بغيت نقول لكم وهو كانت هذه هي النهايه ديال هذا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يا رب تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تخليو ليا لي لايك وتخليو ليا التعاليق ديالكم المزيونه. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا في القناه الى باقي ما اشتركتوش فيها، على الضغط بالضغط على زر الاشتراك او لا ابوني ولا سبسكرايب، وما تنساوش تفعلوا الجرس اللي كيطلع حداه باش توصلوا بجميع الفيديوهات ديالي. كنبغيكم بزاف وكنوعدكم دائما بالجديد، وما تنساوش تخليوا ليا لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك. بالسلام عليكم.